منظمة هذه ال عندنا من بداية العام هم جايين من ليسي جديد، جوهم يبدلوا من ليسي جديد وليسي ديالنا تعمر بزاف. وحنا رانا كشغل في الاكتداد بزاف في الكلاس، انا حابين كشغل ليسي جديد قدامنا هنا برك فارغ يقراو بشويه، وحنا رانا في سمو بزاف، انا حابين كشغل حل يديروا لنا حل. شغل ما نقدروش دوك نقراو كلايص ضيقين سخانه، شغل ما تكاش تقرا دوك انت بي 50 بنادم واش حتفهم واش حتخلي. هو مقبل حتى ما ديك الاوراق انا خلاص قالنا ما حش نزيد نجيبو، قالنا عندكم غير اللي يغيروا الشعب وكذايا. قالنا بيس قالنا دوك انا المدير مش يسجل هو، قالنا ماشي المدير وماشي سيرفون جينيرال، قالنا دوك عندكم غير انا غير ويزا تابي كتبعت لهم كشما امروا لا قالنا في تيبسكم ما تقدرش تناقش فيه هذا معك. شحال راكم رانا ضربوا فيه 50 ولا شي 50 ومشي شويه دوك عندك كي تقعد مع طابله الاول سي تفهم وعندك من اللي ما تقدرش باسكو الغاشيه هضروا دوك واحد كينطق كلمه ما تفهم والو حتى واحد ما يقدر يسمع. كوم حنا ترمينا رانا نقراو في 53 في كلاسه والدروس ما ناش قال نستوعبوا فيها ومازال ما دخلناش فيهم والله كراف. بدا زوج سمانات قرينا في زوج سمانات قرينا غير يومين هذا ما كان ولي باقي كاع راح يضرب ومازال ما دخلناش في الدروس. اما وغير يقبل راهو يجيو من كل مؤسسه راهو يقبلها والليسي الفوق راهو فارغ علاش ما يدوش. حنا دوك رانا اكتظاظ بزاف ودوك ما كاش دوك كيفاش نقراو دوك الواحد انا دوك واحد اللي يريح اللور ما يستوعب والو اللي يريحو كامل اللور من الصفوف الاخرى ما كاش اللي يستوعب. تما اللي يجرو اكثريه البنات هما اللي يحكموا الاخر الاولين تما دايرين كامل ما يقراوش كما انا واحد ما قدرتش نقبض بلاصه الاولى ولا الدوزيام ولا التروازيام ما صحتليش ما قدرتش نقرا انا ما وليتش نقدر نفهم الدور. مشكل الاكتظاظ بالدرجه الاولى لانه هناك ثانويه جديده ورغم هذا انه كل التلاميذ يحبوا يسجلوا في هذه المؤسسه ونحن اتفقنا مع السيد المدير من اجل ان يكون هناك توزيع عادل ما بين الثانوي الجديده وثانويه قصدي مرباه. وهذا انا درك كاستاذ ندخل الى القسم ما نقدرش نقري 55 واحد يدير الفوضى الى غير ذلك. منذ اول يوم كنا في احتجاج ثم درسنا ثم عاود ولينا الاحتجاج ودرك والان ما زالت الاوضاع هكذا.